ملف مثير أثرته في هذه الفترة وهو ملف المليار دولار أموال عراقية منهوبة من العراق، ما مدى صحة هذا الملف؟ ما هي متابعاتكم معالي؟ هذا الملف معروف أخي أمين، يعني معروف أولا بكل صالونات بيروت معروف، وهذا الملف يخص ريمون وتيدي رحمي الذين هم شركاء مع البرزاني والذين هم قاموا بتهريب هذه الأموال من كردستان إلى بيروت، وقاموا بشراء حصة في أحد المصارف ووضع وديعة في هذا المصرف بقيمة مليار دولار. الآن عندما اهتز شوي الوضع المصرفي طالبوا بأخذ هذه الوديعة بحجة أن البرزاني يضغطون عليهم لأخذ هذه الوديعة، ووقعت المشكلة مع البنك وأصبح هناك شكاوى بينهما. يعني هذه أموال عراقية، أنا أتمنى على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى في لبنان، أن تفتش عن مصدر هذه الأموال، كيف أتت هذه الأموال إلى لبنان، لأن هذا الموضوع هو تعرف غسل للأموال يعني، وتبييض للعملة وتهريب للثروة العراقية والسرقة لثروة العراق. ونحن وأنا على الأقل يعنيني العراق كما يعنيني لبنان، أنا لا أؤمن بالحدود بهذه الأمة، أنا مع كل لا والتهم لأنه عشت في العراق في المنصف طبعاً مع وحدة المشرق كله. يعني أنا وكنت عندما ذهب رئيس الجمهورية العراق كنت التقيته قبل يومين وقلت له للرئيس ميشيل عون، نحن يجب أن نتحدث عن وحدة فورية اقتصادية بين لبنان والعراق وسوريا والأردن، مش وحدة تهريب أموال، لا وحدة اقتصادية فعلية ليستفيد منها تستفيد منها شعب هذه، وهو شعب واحد في النهاية، وتعرف نحن من أصول عراقية أصلاً، يعني نحن عشائرنا أتت من الكوفة، ونحن الآن حتى الآن لدينا جذور في العراق مثل اللاميين وهؤلاء أقاربنا، ونحن عشيرة واحدة، فلذلك حصل ميكوام اللامي من اليوم، حتى أصدقائنا بني لامي انبسطوه. فلذلك أقول لك بأننا نحن يهمنا العراق كما يهمنا لبنان، وعندما يكون العراق مرتاحا تكون كل المنطقة مرتاحة. تمام. ونحن منذ عدم استقرار العراق حتى الآن لم يستقر أي بلد في هذه المنطقة. صح. طبعا شكرا لقلبك ولدفئك وأنت تهتم في كل هذه المواضيع. الآن ما هي الخطوات القانونية التي يجب أن تتبع على الدولة العراقية؟ هذا أشبه بالإبلاغ. عند الحكومة العراقية يجب أن ترسل قانونيين إلى لبنان ليقيموا شكوى، ليحجزوا على هذه الأموال، ليطالبوا باستردادها لأنها أموال مسروقة. من أين يأتي أموال البرزاني بهذه المليارات؟ يأتون فيها إما من سرقة النفط وإما من موازنة الدولة العراقية التي ترسل إلى كردستان للناس وليس لآل البرزاني. شكرا لك، طول عمرك، شكرا لك.